إخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. وياكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية. اليوم الموضوع مهم جدا جدا. الموضوع شنو؟ شنو اللي نقدر نزرعه بالسنادين؟ كثير من الإخوان ما عندهم حدائق منزلية، كثير من الإخوان يقولون أبو عبد الرحمن أنا ما عندي حديقة، أريد أزرع بالسنادين. اليوم راح نعطيكم بالمختصر شنو اللي نقدر نزرعه بالسنادين، وراح تتفاجئون من الأعداد، أعداد النباتات اللي راح تقدرون تزرعونها بالحديقة المنزلية. ابقوا ويانا إخواني الأعزاء. أول شيء تقدر تزرعه بالحديقة بالسنادين هو مجموعة الصباريات. هاي المجموعة بيها يعني أكثر من 5000 نوع، أكثر من 5000 نوع تقدر تزرعها بالسنادين. الصباريات بأشكال وألوان، ومنها مثمر مثل التين الشوكي، ومنها مثل فاكهة التنين، أنواع مثمرة كلها تنزرع بالسنادين. شوف إخوان الأعزاء، هسه هذا النوع المثمر أيضا التين الشوكي مزروع بالسنادين. إخوان الأعزاء، الخيار الثاني بعد ما تحكينا عن كل أنواع الصباريات، اليوم هسه جينا نقلكم كل أنواع العصاريات، وبيها أيضا أكثر من 5000 نوع. أيضا هاي العصاريات أيضا ممكن تزرعها بالسنادين. شوف إخوان الأعزاء، هاي العصاريات أيضا خيار عندك، ومنها دمعة الطفل طبعا. أيضا هاي العصاريات بأشكال وألوان طبعا. شوف إخوان الأعزاء، إذن كل أنواع الصباريات وبعدين كل أنواع العصاريات ممكن تزرعها بالحديقة المنزلية بالسنادين. احنا نتحدث عن السنادين إخوان الأعزاء. الآن خلينا نتحدث بعد على الخيار الثالث، كل أنواع الظليات بأشكالها وألوانها وتنوعها، كل أنواع الظليات تنزرع بالسنادين. تخيلوا شقد الظليات بالآلاف كلها تنزرع بالسنادين. شوف إخوان الأعزاء، كل أنواع الظليات هاي اللي أمامكم وغيرها بالآلاف هي تنزرع بالسنادين. طبعا إخوان الأعزاء، الظليات بالآلاف، يعني ماكو فيديو يقدر يحصر الأنواع، لكن كلها تنزرع بالسنادين. شوف إخوان الأعزاء، هنا عندنا كل أنواع الظليات ممكن تنزرع بالسنادين، بل بعض الظليات إخوان الأعزاء تنزرع بالسنادين وممكن تنزرع بالأرض مثلا، أو ممكن تكون ظلية وخارجية مثل هذا جلد الأفعى أو جلد النمر وغيرها من النباتات هسه الموجودة، العنكبوت وغيرها. هاي كلها تنزرع بالسنادين وناجحة 100%. هسه وصلنا الخيار، بعد ما انهينا الخيار الثالث كل الظليات، راح نجي إلى خيار آخر راح نعرفكم عليه لمن يبحث عن زراعة النباتات بالسنادين. هاي كلها طبعا تنزرع بالسنادين اللي أمامكم إخوان الأعزاء. الخيار الرابع، الخيار الرابع كل النباتات والأزهار الموسمية، يعني كل النباتات الموسمية تنزرع بالسنادين، وهاي عددها بالآلاف كلها تنزرع بالسنادين. اللي أمامكم مثلا هسه عندك هذا القرنفل، البيتونيا، الأنواع النباتات اللي الموسمية كلها تنزرع بالسنادين. هسه هذا وصلنا إلى الخيار الخامس، يعني عندنا كل النباتات والأزهار الموسمية اللي عددها آلاف الأنواع كلها تنزرع بالسنادين. مثل ما تشوفون هاي كلها تنزرع بالسنادين. هنا نجي إلى كل النباتات والخضروات والفواكه الموسمية، يعني مثلا الطماطة والخيار والباذنجان والنعناع والريحان والكرفس وغيرها كلها تنزرع. وين تنزرع؟ بالسنادين. الآن نجي للخيار، بعد ما تحدثنا عن 5 خيارات نجي الخيار السادس، هو كل الأعشاب، الأعشاب مثل هاي عشبة الليمون، ومثل هنا هذا عندك دم العاشق وغيرها من النباتات والناز،
والنباتات الأخرى كلها ممكن تنزرع بالسنادين. نجي إلى كل النباتات الزاحفة، مثلا هسه هاي أشعة الشمس والمينا الزاحفة وغيرها، وهي نباتات دائمية ممكن أنه تنزرع بالسنادين. هسه نجي إلى نباتات دائمية ممكن تنزرع بالسنادين أيضا، مثلا هذا عندك ورد الكنة الجهنمي بألوانه، لكن يجب أن تكون السنادين بعمق أكثر من 50 سنتيمتر، وكذلك الورد الجوري يجب أن تكون السنادين بعمق أكثر من 50 سنتيمتر. هاي الورد الجوري بأنواعه ممكن ينزرع بالسنادين. نباتات مثل الجاردينيا أيضا لازم تكون بعمق أكثر من 50 سنتيمتر. عندك نبات مثل هذا متسلق الياسمين الأحمر، وهذا الياسمين أيضا موجود لكن بعمق أكثر من 50 سنتيمتر. كذلك كافة أنواع الاسباركس، في أكثر من 4 أنواع الاسباركس أيضا تنجح بالسنادين. طبعا كذلك نخيل الزينة بكافة أنواعه منها السايكس ينجح بالسنادين. هاي النباتات اللي قلنا الدائمية أيضا تنجح بالسنادين، اللي ارتفاعها يصل أكثر من يعني تقريبا متر وجوه. شوف مثل هسه هذا عندك البخور، البخور الياباني، بخور مريم يتسمى هذا. هاي النباتات اللي بالمشتل كلها بالمختصر تصير بالسنادين ما عدا الأشجار الكبيرة أخوان الأعزاء. يعني بالمختصر أنا حبينا نوضح لكم كل النباتات تصير ما عدا الأشجار الكبيرة. كذلك هاي الجربرة تصير بالسنادين، شوكة المسيح، الشمشار بأنواعه، كل الأنواع تنجح بالسنادين. من ضمن هاي النباتات طبعا برج خليفة اللي هو إذن الأسد الذنبية ينجح بالسنادين، وكذلك الحمضيات القزمية النوع اللي يتسمى القزم الصيني كلها تنجح بالسنادين. إذن إخوان الأعزاء هذا رد على كل شخص يتحجج أنه ما عنده حديقة منزلية، وكذلك ورد الجمال بأنواعه، وهاي النباتات اللي بالمشتل إخوان الأعزاء بالمختصر يعني أكثر من 90% تنجح بالحديقة المنزلية بالسنادين. بالختام إن شاء الله تكون استفاديتوا، كان معاكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في أمان الله.